زميلتنا العزيزه نورهان طبان موجوده حاليا في مقر نادي الاهلي بالجزيره وعلى اتم استعداد ان هي تعرفنا اي اخر الاخبار والمستجدات. صباح الفل عليك يا نورهان، اتفضلي. يا صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نعمان، صباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما عودناكم طبعا من مقر النادي الاهلي بالجزيره نطلعكم على اخبار النادي وفرقه المختلفه، وزي ما عودناكم برضو طبعا بنحب نقول لكم الاجواء في بدايه رسالتنا. يعني يمكن طبعا الجو افضل بكتير جدا من الايام اللي فاتت، وكان في شويه سقعه كده حتى، يعني احنا موجودين بره المبنى الاجتماعي بنستمتع بالجو وبالساعات الاولى طبعا من صباح اليوم هنا في النادي. الابواب يعني طبعا فتحت للاعضاء في الساعات الاولى، في اعضاء كتير بيحبوا يجوا يستمتعوا بالصباح ونسيم النسائم الصباحيه هنا في مقر النادي طبعا في الجزيره. اما بقى طبعا لاخبارنا والفريق الاول لكره القدم، والنهارده بدايه انطلاقه موسم جديد وان شاء الله يكون سعيد زي الموسم الماضي طبعا بمباراه المصري اليوم في الانطلاقه طبعا باستاد برج العرب الساعه 7 النهارده ان شاء الله. كل امنياتنا القلبيه للفريق الاول ان هو طبعا يعني يقدم مباراه جيده، وايضا طبعا تكون انطلاقه كويسه للفريق في الموسم الجديد. كمان خلينا اقول لكم ان يمكن طبعا مستر مارسيل كولر كان تحدث مع اللاعبين عقب الخساره من اتحاد العاصمه الجزائري في مباراه السوبر الافريقي، وعلى هامش المران اللي طبعا كان اختتم امس استعدادا لمباراه اليوم، يمكن نتكلم مع اللاعبين عن اخطاء مباراه اتحاد العاصمه، ويمكن بالفيديو وراهم اخطائهم، وكل اللاعبين كان بيشرح لهم بشكل فني وتقني ازاي ما كرروش الاخطاء دي في الموسم القادم. وان شاء الله طبعا زي ما قلنا لكم النهارده يكون انطلاقه قويه للفريق. خلينا طبعا نفكركم من استمرار غياب عمرو السوليه وكريم ندفد وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وايضا وأكرم توفيق وكريم فؤاد للإصابة، بينما طبعا يغيب محمود كهربا وحسين الشحات للإيقاف. كل أمنياتنا القلبية للفريق الأول لكرة القدم النهاردة إن شاء الله يحققوا نتيجة إيجابية. وعلى هامش طبعا مباراة اليوم خلينا نقول لكم شوية أرقام لمواجهات النادي الأهلي والمصري. يمكن تواجهوا الفريقان في 150 مناسبة، النادي الأهلي فاز في 88 مباراة بينما النادي المصري فاز في 25 وتعادلوا في 37 مباراة. أما بقى على صعيد الأهداف فيمكن النادي الأهلي سجل 232 هدف بينما النادي المصري سجل 116 هدف في شباك النادي الأهلي. كانت آخر مواجهة ما بين الفريقين انتهت بفوز النادي الأهلي في كاس مصر بهدفين مقابل هدف. أما في الموسم الماضي في بطولة الدوري فمباراتين الفريقان طبعا انتهت بالتعادل السلبي للفريقان. اما بقى على صعيد الالعاب الاخرى فرجال اليد النهارده هيواجهوا اصحاب الجياد ضمن منافسات الجوله السادسه في طبعا بطوله كره اليد للمحترفين. كل امنياتنا القلبيه لرجال اليد اليوم ان هم يحققوا نتائج ايجابيه زي ما عودونا ان شاء الله وزي ما كانوا طبعا الموسم اللي فات على قدر المسؤوليه. اما بقى في طبعا رجال السله وصلوا سنغافوره امس وبيستعدوا لخوض منافسات كاس العالم، وان شاء الله هتكون اول مباراه للنادي الأهلي يوم الخميس المقبل في بطولة كأس العالم للأندية أمام إيجنت الأمريكي. وكمان بحب أفكركم أنه في مجموعة النادي الأهلي فريق إيجنت الأمريكي وأيضا فرانكا البرازيلي. دي كانت طبعا أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي بالجزيرة، شكرا لكم جدا وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو. إحنا اللي بنشكر الجزيرة، الشكر زميلتنا العزيزة نورهان طمان على هذه التغطية المتميزة.